يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: من سمع حديثا نازلا فطلبه عاليا. قال: أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا. نعم. ما رقم الحديث؟ الحديث رقمه 109. شكرا استاذ. قال: أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يوسف الماجشون قال أخبرني محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لعلي. المبحث: من سمع حديثا نازلا فطلبه عاليا. وذكرنا في درس سابق الفرق بين النازل والعالي. فالآن عن عامر بن سعد قال: عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا. قال سعيد بن المسيب أراد أن يسقط الواسطة بينه وبين سعد بن أبي وقاص وهو عامر بن سعد. قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا، فأتيته فذكرت له ما ذكر لي عامر، فقال لي: نعم. فقلت: أنت سمعته؟ فأدخل يده في أذنه فقال: نعم، وإلا استكتا. هلا أحدهم بعض الأحباب قال: الشيخ أنت يعني تمر لنا على الأحاديث دون أن يعني توضحها لنا، فهل ممكن يعني أن تشرح لنا الأحاديث التي نقرأها؟ لا مانع. أنا كان المقصد أنا ربما أغفلت الحديث عن بعض الأحاديث، والسبب في ذلك أنه نحن نأخذ المقصد والمراد من إرادة هذا الحديث. فهنا الشيخ أراد كما قلنا أن يبين لنا أن هناك من العلماء من تعلقت همتهم بطلب الحديث العالي، فذكر لنا الحديث. لا مانع أن يعني نتكلم باختصار حول الأحاديث التي تمر معنا، وهي أحاديث نافعة مفيدة. فمثلا هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير، هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير وليس مختصرا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هل سيدنا علي كان نبيا؟ أردف فقال: إلا أنه ليس بعدي نبي. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني يا علي أنت متصل بي، أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى، حين خلف موسى عليه السلام هارون في قومه بني إسرائيل لما خرج إلى الطور. فلما كان وجه الشبه
مبهما من في الجملة بينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله إلا أنه لا نبي أو إلا أنه ليس بعدي نبي أو إلا في رواية إلا أنه لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعدي يوحي إليه بشرع ناسخ لهذه الشريعة. فقد نفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاتصال بينه وبين علي من جهة النبوة، من جهة النبوة. فبقي إذن هذا الاتصال، فبقي هذا الاتصال من جهة الخلافة، يعني أنت يا علي خليفة لي، خليفة لي. ليه؟ قال لأن هذه الخلافة هي التي تلي النبوة في الرتبة، هي التي تلي النبوة في الرتبة. ثم هذه الخلافة أرجو من الأحباب التركيز لهذا الكلام لأننا نحتاج إليه. ثم هذه الخلافة الصلة يعني الاتصال، هذه الخلافة من رسول الله لعلي رضي الله عنه، من رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلي رضي الله عنه، تحتمل أن تكون في حياته، نعم، وتحتمل أن تكون بعد مماته، نعم. فهذه الخلافة نعم. فخرج انتبه الآن كيف أحبابنا، أريد التركيز في هذه المسألة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت متصل بي وأنت مني بمنزلة هارون، يعني أنت متصل بي كما قلنا، أنت متصل بي، وهذا الاتصال إما أن يكون نبوة أو خلافة. النبوة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبي بعدي. بقيت الخلافة، إذن علي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخلافة تحتمل أن تكون في حياته ويحتمل أن تكون بعد مماته. طيب الآن هارون عليه السلام متى مات؟ مات قبل موسى، مات، نعم، مات هارون قبل موسى، نعم. فإذا قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون مات قبل موسى، فبقيت إذن الخلافة أن عليا خليفة رسول الله متى؟ في حياته فقط، في حياته. تعين أن تكون الخلافة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ذلك عند مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، نعم. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله تعالى. فبقي إذن زال الآن وهم أن تكون الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي، قال ليه؟ قال هذا من باب التحذير، من باب التحذير مما وقع فيه قوم موسى، ومما وقع فيه كذلك الآن في الأزمنة الماضية، والآن غلاة الروافض الذين زعموا أن عليا نبي يوحى إليه، حتى وصل بعضهم إلى أن قال بأن الله عز وجل قد حل في عيسى، في علي، كما زعمت النصارى بأن الله عز وجل قد حل في المسيح عيسى عليه السلام، نعم. وقد قدر الله عز وجل، صادف أن علي رضي الله تعالى عنه قد حرق من قال بأن الله قد حل في علي، حرقه. فلما حرقه افتتن بهذا الحرق، سبحان الله، وناس عديمو العقل، افتتن بهذا الحرق جماعة من الناس وزادهم ضلالا، فقالوا الآن تحققنا أن الله قد حل بعلي. ليه؟ قال لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والعياذ بالله. يعني هذا قليل من كثير مما ينبغي أن يقال حول قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا لا يخرجنا ذلك عن المقصد الأساسي لإيراد هذا الحديث. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ابن محمد الأصبهاني الحافظ بن نيسابور، قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد قال سفيان فلقيت ابنه يعني سهل ابن أبي صالح فقلت سمعت حديثا حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبي صالح قال سمعته من الذي حدث أبي الله سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تيم الداري عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا ثلاث مرات قالها الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة الدين النصيحة يعني عماد الدين وقوام الدين الدين إنما يقوم على النصيحة فالنبي عليه الصلاة والسلام أو جعل كأنه جعل الدين كله قائم على النصيحة أو جعل الدين كله النصيحة لما قال الدين النصيحة جعل الدين كله النصيحة أو جعل قوام الدين الدين كله قائم على النصيحة لذلك قال بعض علمائنا هذا الحديث ربع الإسلام هذا الحديث ربع الإسلام يعني معنى هذا الكلام أنه أن هذا الحديث أحد أحاديث أربعة يدور عليها الإسلام يدور عليها الإسلام وكأن الإمام النووي رحمه الله لم يعجبه هذا الكلام لم يعجبه أن نقول هذا الحديث ربع الإسلام فقال بل المدار عليه وحده المدار مدار الإسلام كله على هذا الحديث الدين النصيحة سبحان الله لما عدمت النصيحة فقدت النصيحة بين المسلمين وكأن الدين يزول بزوال النصيحة الدين بأركانه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يزول والعياذ بالله بزوال التناصح بين المسلمين وصار الناس سبحان الله يكرهون النصيحة يكرهونها يبغضونها إيه نعم يعني الناس صاروا يحبون الغش يحبون الغش عندما تجد إنسان مثلا يخبط خبط عشواء وتريد أنت أن توجهه لو قلت له أحسنت ما شاء الله أنت متقن أنت يفرح ويسر ويسعد بهذا الكلام فإذا قلت له يا أخي أنت تتكلم فيما لا تتقن يقول دائما أنت تحسدني أنت تبغضني أنت تريد أن أتعثر ويشك سبحان صار الناس يعني يرفضون لذلك الإمام الغزالي ماذا قال أظن في رسالة أيها الولد أو غيرها قال النصيحة سهلة النصيحة سهلة ولكنها مرة أو صعبة أو شاقة أو متعبة على متبعي الهوى على متبعي الهوى الدين النصيحة ثلاثا قال يا رسول الله لمن؟ قال لله النصيحة لله وذلك بالإيمان بالله عز وجل وصحة الاعتقاد في وحدانية الله إلى غير ذلك النصيحة لله حقيقة هذه الإضافة أحبابنا في قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لله يعني هذه الحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله النصيحة لله هذه الإضافة حقيقتها أنها راجعة إلى العبد راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله لأن الله غني عن نصح كل ناصح إيه نعم والله تعالى أعلم حتى بعضهم قال ماذا قال بعضهم قال النصيحة لله النصيحة لله هي تعظيم أوامره تعظيم أوامر الله عز وجل والشفقة على خلقه اليوم سبحان الله قرأت عبارة لأحدهم يقول قال الشفقة على الخلق والأدب مع الخلق أو الشفقة على عباد الله والأدب معهم قال ليس هذا قال ربما يفتح الله عليك
بأدبك وشفقتك على خلقه وعباده أكثر مما يفتح على الصائم القائم المواظب على الأذكار. فسبحان الله فيه كلام فيه يعني فيه صواب وفيه دقة، الشفقة على عباد الله والأدب مع خلق الله. النصيحة قال لله ولكتابه، طبعا أعظم نصيحة لكتاب الله الإيمان بكتاب الله عز وجل. حتى بعضهم قال النصيحة لكتاب الله بأن بإقامة حروفه، بأن تقرأه كما أنزل. النصيحة لكتاب الله بعد أن تؤمن به أن تقرأه كما أنزل، إيه نعم، وأن تصدق بوعده ووعيده، وأن تعتبر بمواعظه، وأن تتفكر في عجائبه، وأن تعمل بمحكمه، وأن تسلم وتؤمن بمتشابهه. والكلام كثير حول هذا الحديث، ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن تقبل جميع ما جاء به. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلتزم سنته، أن تلتزم سنته، وأن تؤثره، وأن تقدمه، أو أن نؤثره كي لا أخرج نفسي، أن نتمسك بسنته وأن نؤثره بالمحبة. أن أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بهذا المقام، أن نؤثره، نؤثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصيحة لرسول الله، أن نؤثره بالمحبة فوق محبتنا لأنفسنا، وفوق محبتنا لأولادنا، وفوق محبتنا للناس أجمعين. وهذا يظهر أحبابنا، يظهر جليا واضحا، يظهر يعني إيثار النبي على أنفسنا يظهر جليا عندما ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يتعرض له. ما هو موقفك أنت أيها المسلم الآن يظهر موقفك، هل قدمت، كان آثرت النبي عليه الصلاة والسلام على نفسك أو لم تؤثره؟ يعني نتغنى بكلمات، نقول نحب رسول الله، نحب رسول الله، وبعد ذلك عندما نقع في امتحان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الناجحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامة أئمة المسلمين. النصيحة لهم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم ولو جاروا، ولكن هذا لا يعني أن نداهن وأن ننافق لهم، بل يجب علينا أن ننصحهم وأن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر، ولكن برفق ولين، نعم. وينبغي على كذلك علينا أن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة إلى غير ذلك. قال وعامتهم، عامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين، وذلك بإرشاد المسلمين إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم أحكام الحلال والحرام، نعم، وأن نعينهم على العمل بالإسلام والعمل بالحلال وترك الحرام، أن نعينهم على ذلك بأقوالنا وأفعالنا. وكذلك أحبابنا من أهم النصيحة لعامة المسلمين، وهذا مما يغفل عنهم، ستر عورات المسلمين، عامة المسلمين، ستر عوراتهم ودفع المضار عنهم، وأن تكون أنت أيها المسلم الناصح لعامة المسلمين حريصا على جلب النفع لعامة المسلمين، حريصا على أن تجذب النفع لهم. فمن فهم هذا الحديث لم يغش مسلما، ولم يكذب على مسلما، على مسلم، ولم يتجسس على مسلم، ولم يتتبع عورة مسلم، ولم يخدع مسلما. ليه؟ لأن هذا كله، ولم يغتاب مسلما، ولم ينم على مسلم، لأن هذا كله مناقض، هذا كله مناقض للنصيحة لعامة المسلمين. فجملة القول للنصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك، وأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. قال أنبأنا أو أخبرنا، نعم شيخنا، النصيحة في لغتنا هو بمعنى الوعظ،
فيوجد هذا معنى هنا كذلك. أعد 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 هنا معنى إخلاص. أعد يعني النصيحة في لغتنا في اللغة الكازاخية هو بمعنى الوعظ. الوعظ، تمام، نعم. جيد. النصيحة بمعنى إخلاص، تمام. النصيحة، الوعظ، الوعظ، الوعظ مولانا هو نوع من أنواع النصيحة. الوعظ هو نوع من أنواع النصيحة. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يعني الحميدي قال قال سفيان في حديث تميم الداري إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة. قال كان عمر أو كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم، حدثناه المبتحث في التعليق ناه اختصار لكلمة حدثناه، وهو اصطلاح معروف لدى أصحاب الحديث. فناه معناه حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح مرسلا، فلقيت سهيلا فقلت لو سألته عنه لعله يحدثنيه عن أبيه فأكون أنا وعمر فيه سواء. فسألته فقال سهيل أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي، أخبرنيه عطاء ابن يزيد الليثي صديق كان لأبي من أهل الشام. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد ابن عبد الله ابن حسنوية أو حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن الحسن ابن بندار المديني قال حدثنا علي بن محمد ابن سعيد الثقفي الكوفي قال حدثنا المنجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، 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 يعني قال كفتاه في ليلته شر الشيطان، يعني كان حرز، كان في حرز الشيطان. وقال بعض العلماء كفتاه يعني شر الثقلين الإنس والجن، ومن قرأها معتقدا ذلك دخل في حصن الحصين لن يصله شر أبدا من قرأ في بهاتين الآية. فهذا من الورد المسائي والنهاري، في كل يوم الإنسان يقرأ ذلك. نعم. وبعضهم قال كفتاه يعني الآفات، وبعضهم قال كفتاه يعني أغنتاه عن قيام الليل كله إذا قرأ هذا في ليلته، يعني ينبغي على الواحد منا أن يواظب على ذلك. المهم قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود، قال عبد الرحمن ابن يزيد الذي حدث عن علقمة ابن قيس، فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود مباشرة ليحدث بهذا الحديث عن أبي مسعود مباشرة. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله ابن إسحاق ابن إبراهيم البغوي قال حدثنا عبد الله ابن الحسن الهاشمي قال حدثنا شبابة، حدثنا شبابة ابن سوار، هاي شباب التاء المربوطة أحبابنا، شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فاشتكت عينها، عينها عفوا، فاشتكى عينها يعني صارت تؤلمها عينها حتى خشوا عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن في الجاهلية يعني تمكث في بيتها معتدة لوفاة زوجها، تمكث في بيتها في شر أحلاسها،
في شر أحلاسها، يعني المراد بالحلس هنا الثياب، يعني في أقبح ثيابها، تمكث في بيتها في أقبح ثيابها أو في أحلاسها في شر بيتها، في أقبح مكان في بيتها حولا كاملا لوفاة زوجها. فإذا مر كلب رمت ببعرة، رمت ببعرة يعني معناه تري من حضرها بعد مضي سنة، تري من حضرها أن مقامها سنة كاملة أهون عليها، أهون عليها من معرة ترمي، من بعرة ترمي بها. يعني هذا من كناية أنها لما مكثت في بيتها سنة في أقبح لباسها وأقبح مكان في بيتها، نعم، مكثها في هذا حدادا على وفاة زوجها أهون عليها من رميها لبعرة. فالنبي يذكرهم عليه الصلاة والسلام بما كانوا عليه من شدة، والآن جاء الإسلام يخفف عنهم. فالآن لا تستطيع الواحد أن تصبر على مرض أصابها وقد كانت تعاني ما تعانيه في الجاهلية. قال ثم خرجت، ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرة. قال شعبة كان يحيى ابن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد فلقيت حميدا فسألته فحدثني به طلبا للعلوب. قال أخبرنا محمد بن أحمد زريق أو رزيق، قال أخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب العباداني، قال حدثنا محمد ابن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا أبو عاصم الدحاق ابن مخلد، قال حدثنا يزيد بن الزريع عن روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فليقل السلام عليكم، ليست فإن قال فإن أراد أن يجلس، فإن أراد أن يجلس، فإن أراد أن يجلس فليجلس، فإن قام والقوم جلوس أراد أن يرحل يعني عن المجلس فليسلم، فإن الأولى التسليمة الأولى ليست بأحق من الآخرة من التسليمة الثانية. قال الدقيقي فقيل لأبي عاصم، قيل لأبي عاصم الضحاك بن مخلد يعني، فقيل لأبي عاصم إنما نريد حديثك أنت عن ابن عجلان، عن ابن عجلان، فقال حدثناه محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة. قال من مدح العلو وذم النزول، من العلماء من كان يمدح العلو ويذم، وقالوا كنا نسمع كثير يعني قرأنا أن يعني يرون الطلب النزول، هذا مر معنا، مر معنا أظن أن الاكتفاء بالنزول دليل يعني الكسل ودنو الهمة، وطلب العلو دليل على علو الهمة. أن أبو بكر كيف أن أخبرنا هذه بالألف، ما عاد عندكم نسخة ثانية غير التي في يدي؟ هيا تقول أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن جعفر اليزدي بأصبهان قال حدثنا عمر ابن عبد الله ابن أحمد قال حدثنا يعرب ابن خيران قال حدثنا محمد بن جعفر النيسابوري قال سمعت أبا عبد الرحمن الطوسي يقول سمعت محمد بن أسلم الطوسي يقول قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل، قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. لماذا كان قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل؟ قال لأن هذا طلب علو الإسناد قائم على الرحلة، قائم على الرحلة في طلب الحديث، والرحلة في طلب الحديث عبادة
فيها من تحمل المشاق ما فيه فيؤجر على ذلك. لذلك قال قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. قال حدثني عبد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد عبد الرحمن ابن محمد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول حدثنا عبد المؤمن ابن أحمد ابن حوثرة الجرجاني قال سمعت عمار بن رجاء يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول طلب إسناد العلو من السنة. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال سئل أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة كي يسمعوا من عمر ولم يكتفوا من سماع ابن مسعود عن ابن عمر عفوا عن عمر. قال أخبرنا أبو القاسم محمد أبو القاسم ابن محمد ابن سليمان المؤدب بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ قال حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي إمام باب الجابية. وباب الجابية هذه منطقة في دمشق. دمشق لها سبعة أبواب. باب يسمى باب الجابية. في باب بريد وفي باب تومة. يعني سبعة أبواب لها. وباب شرقي. قال حدثنا علان بن المغيرة قال سمعت يحيى بن معين يقول الحديث بنزول كالقرحة في الوجه يعني هذا عيب. قال حدثني عبيد الله ابن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول سمعت بكر بن محمد الكاتب يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول سمعت علي بن المديني يقول النزول شؤم. أراد بذلك الاكتفاء بالنزول لأنه يعود ذلك على الإنسان الذي يكتفي بالنزول بالكسل والخمول. أن الرحلة أحبابنا فيها تؤدي إلى النشاط وإلى علو الهمة وإلى تلقيح الأفكار والعقول والثراء في العلوم. كذلك الرحلة مفيدة جدا لطالب العلم. قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن فضالة النيسابوري الحافظ بن ري قال أخبرنا طاهر بن محمد المعدل بنيسابور قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف الحافظ يقول استأذن أبو عمرو المستملي محمد بن يحيى الخروج إلى علي بن حجر فقال يا أبا عمرو انزل درجة واكتب ما شئت. قال فقال يا أبا عبد الله النزول شؤم. كذلك أحبابنا النزول فيه شؤم. ليه؟ لأنه يحتمل أن هذا الذي روى عن زيد وزيد موجود أنه غير بدل إلى آخره فأنا أريد أن أخذ من الأصل اتقاء لشبهة وجود هذا الخلل أو الخطأ. قال اختيار النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات. قال أخبرنا أحمد ابن أبي جعفر القطيمي قال حدثنا علي بن عبد الله ابن الحسن الهمذاني بمكة قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خلف العصفوري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله ابن زفر ابن عبد الله الناقد عن يحيى بن معين قال الحديث النازل الذي رجال إسناده كثير
عن ثبت خير من علو عن غير ذي ثبت. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن ابن عثمان التميمي بدمشق. قال أخبرنا يوسف ابن القاسم الميانيجي أو الميانجي الميانجي. قال أخبرنا حدثنا عمر ابن أيوب السقطي. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد، يعني التعالي فيه، لأنه إن كانت همته وغايته علو الإسناد لا غير فهذا يأخذ عن كل من هب ودب. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى ابن عبد العزيز البزاز بهمذان. قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي. قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد يعني الحنظلي الرازي. قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. قال حدثنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عيسى الصموت العابد قال في كتابي عن أبي بكر ابن الأنباري أنه أنشد علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم كتبه ضرب من العنة، إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت. قال أنشدنا علي ابن أبي علي البصري قال أنشدنا الوليد بن بكر الأندلسي وأنشدنا عبد العزيز ابن أبي الحسن القرميسيني أو القرميسيني. قال أنشدني محمد ابن عبيد الله العامري لنفسه لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول هو خير من كتابي بعلو عن طبولي أناس فارغين. ثم قال باب القول في تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.